السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شني احوايكم؟ لاباس عليكم؟ انا العرق يجبد معايا من الباب. دخلت نسجلكم في فيديو، كنت نمشي تو نوريكم كل شيء بالتفاصيل. غسلت معوني الساعة الصباح، ومن بعد لانه متهني على الفطور، منى اليوم تخدم نص النهار باش تروحي طيب الفطور، فخلوهم بعديك تو ان شاء الله تشوفوا شنو طيبت. قلت لكم هذه تعرف على فكره ريموني عندها 3 ايام تو في الاكل الصحي، ما نقولش ريجيم، نحات السكر نحات الفرينه البيضاء. لا والله ما نتصورش نعاود نعمل القهوه بالسكر عادي. اش حسيت بدنك بالليمونه؟ ونحس لايت، ما فماش كل اللي نقولوا نحن واحد معبي كرشو. شفت او نهار الاولاني بصراحه النوم هبط عليا مش مربوط. جيعانه والنوم هبط عليا سخفتني. ابعد عليا خير ما ناكلكم. وانا نزرب نحضر لها ونبعث لها معاه في فطور قايل غادي باش ما تجوعش تاكليش حاجه من الشارع. شوي الحمد لله. والله اما قالت لي ماما راني حاسه روحي اللي انا مش قلت لكم البنات راهو الاكل الصحي يخلي حتى بدنك يعاود يبني الخلايا، تعطيه فرصه ان يبني الخلايا من جديد، يرمي الخلايا الميته ويبني لك من الحاجه فريش جديد. فهذا حسبته منى. والله خاصه السكر، واحد يعني يعطي في سم البدن كل يوم وهو ينجم يعيش عادي من غيره. شفت كيفاش؟ يعني شافتها حاجه قالت لي واو ماما السكر، هي من قبل راهي مش حبابه برشا في السكر، لكن كانت قهوتها تشربها بالسكر. اوكي؟ ما تو كي قتها 3 ايام تو اليوم النهار الاخراني عندها هي، وان شاء الله تكمل في الاكل الصحي. قالت لي السكر ما عادش ندور بيه بالكل. ان شاء الله. قالت لي يعني ما تستحقش تضعف هي، لكن الاكل الصحي باش تولي تبع الاكل الصحي. ديجا انا نشري وديجا احنا خضرتنا ديما موجوده وهي تشري. علاش ليه؟ علاش ما تاكلش الخضره؟ علاش ما تاكلش الاكل الصحي؟ حسيل وعييت على الاخر تو باش نعمل مشروبي. ماتشا وكرولوفيل وتغنوريهم لك باللي خاطر ساعات يسالوني. راهو تمشوا اي محل يبيع في الاورجانيك تلقاوه، مش لازم اونلاين ولا امازون، اللي ينجم يعمل امازون ينجم يجيبه من امازون. راهو لحظه باهي، هذا الكلوروفيل هو سوبر جرين اسمه، لكن هو كلوروفيل تسرع عليه اي محلات اونلاين موجوده اشريه من الاونلاين. هذا سبيرولينا اشريه لي من عمي والله وبخلت عليه عبد المنعم ولدي من الامازون. سبيرولينا باهي برشا للجسم كله، اخضر شوفوا من داخل ما خضروا. هذايا خاطر طعمه كي قوي شويه نحط فيه مع الماتشا والكلوروفيل. الحقيقه فهمت مش مهم الشركه اللي نشري منها انا، انتم تجموا تو هذايا من الامازون سبيرولينا من الامازون. الاخرين شريتهم انا من الشركه انتم، لكن تشريوها من الامازون موجودين من اي محل بحذاك في المنطقه اللي تسكن فيها انتم. موجود الماتشا تشيرو من اورجانيك بليس. انا نعملهم في 200 ملي نتاع ماء عندي هذيا في ماء فهمت، ونخلطها بالكدا ونشربها. طيب باش نمشي نخلطها ونهز شربه ما معايا زاده ونقعد نشربهم من بعد ما في ثلاث، حتى تو عندنا ساعتين بالضبط. يعني انا خذيت مشيت 55 دقيقه الحمد لله. باش نمشي نقعد نشرب في عقلي، وانا نخليكم توا تمشيو تتفرجوا وباش نحكي معاكم في موضوع مهم برشا على الصحه، وحكايه وقعت لصديقتي وهذه راهو تكون لنحنا موعظه لنحنا. ولذا باش نقول لكم شنو الفيتامينات اللي لازم ما تخليوش عليها يا بنات، خاصه اللي فوق ال 40 سنه. ما هي هاي خليني نمشي نرتاح ونخليكم تكملوا الفيديو عنا. ما تنسونيش عاد من لايك. انا نعمل عواجبي، انا نقوم بواجبي كي تدفع محويج انا والبنياتي نهبطوها على الصحه. هذا كله اجر لنا احنا، وانتم في ميزان حسناتكم خاطر انتم تتبعوا فيه زاده وتكملوا ان شاء الله. نهار 22 انا ننزل روحي ونقول لكم الجمعتين هذوما قداش نقصت. يلا نمشيو معنا نكملوا مع بعضنا. يا سيدي نبداو مالا نغسلوا المعون. روتين اليوم قلت قمت بكري البارح ما كانش يعني عندنا برامج حسيلو، ما غسلتش المعون في الليل، ما غسل انا لا منى لا سميه. وبما انه سميه ومنى خرجوا للخدم نتاعهم، منى باش تروح بك شويه باش تطيب هي الفطور اليوم، قلت خليني نغسل اول ما تجي منى
خليه في الكوجينه ونمشي ديريكت نعمل مشي معاكم. حاسيلو انا حبيت نحكي معاك في موضوع مهم، هو بصراحه حساس برشا. انا ديما راهو كي تبدا فما حاجات نقول لكم علاش نحبكم ناخذ منها عبره، انتم نحبكم تاخذوا منها عبره. راهو نوجه كلامي، انا نعرف فما ناس ما تسمعنيش، فما ناس تقولك من المراه، وفما ناس ما يهمهمش من صحتهم. احنا ما يهمنيش، اللي انا نخاطب في الناس اللي تحب تتكلم في الصحه وتحب تعيش في صحه جيده. نحب نعطيكم نحكي لكم على صديقتي. انا عندي صديقتي جيت اول ما جيت لكندا موجوده لهنا مع بعضنا هنا، سامحوني نغصف المعون وغرا ونحل بنات البنات اللي نلقاها حابه فيديو راه ما عنديش حتى فرق. هذه موني، لكن انا حتى من غير ما نسمي حتى برشا منهم، حتى وهو وياك حاطكم في الفيديو في التلفزه واحد بعد واحد، وانا ما يقلقنيش منحي الصوت وقاعده نغصف معوني باهي حاسيلو. خلينا نرجع لموضوعنا. صديقتي هذه جيت انا وياها من عام 2000 لكندا لهنا، فرد طياره معناها وما شاء الله حاسيلو. كانت برك الله عليها صديقتي هذه أز أكبر مني بعامين برك، موش كبيرة برشا، أكبر مني بعامين برك، فهمت؟ فماش فرق بيني وبينها. كانت كي نمشي لها لدارها خدومة ياسر، حنينة برشا، تجري، هي فلسطينية، تجري طيب لي الحاجة الحلوة، الحلويات المشتهين الفلسطينية تعملهم لي، الأكلات الحارة، ما تصورش قديش قديش تعزني برشا وتحبني ديما نجي. تبدأ تحاول في سمية، خاطر سمية ولا مناع يسوقوا تقولهم جيبوا أمكم خليها تجيش بها ما جاتنيش، فهمت؟ تبدأ توا مدة هذه قبل 5 سنين، مدة 5 سنين مرضت بأعصابها، بديت حاجة بسيطة ما اكتشفوش مرضها. جماعة هنا في كندا ما اكتشفوش مرضها، هي عندها نقص في البي 12، البي 12 هذه يأثر على الأعصاب. علاش؟ خاطر ديما على أعصابها، احنا مشكلتنا ديما على أعصابنا، ما ناخذوش فيتامينات كي احنا ما ناكلوش، ديما ما نتلهاوش بماكلتنا في حياتنا. نوكلوا ولادنا، نوكلوا رجالنا، وكل حتى البروتين تقال ما ناكلوش بالكدا، اعطينا لعائلتنا معناها ناكلوا، وزيد ما ناخذوش المكملات الغذائيه. كانت يعني الحاجات هذه متاخره، ما نفكروش فيها برشا، فهمت؟ وقت اللي تحت صديقتي ما كانش اكيد ما كانش لاهي بصحتها، يعني ديما على اعصابها، على عندها وليداتها وتبدا في حالة عليهم، ومسؤوليه متحمله، مسؤوليه في كندا وخدمته وقرات وخدمه كيفيانا وكل شيء. وقت اللي بدات بشوي بشوي تظهر عليها علامات الاعصاب وكل شيء، ودخلت السبيطار وخرجت، وباقي ما ثمش حتى تغيير، وديما على قدام، ديما طايحه على قدام. مشيت لها انا كل مره وكي نروح من تونس نمشي لها ديريكت نطلع عليها. المره دي بتيت شويه خاطر ما كانش منيه تخدم ديما، وسميه الحمد لله معناها على طول هزتني اول ما لقات فرصه، مشينا خذينا كرهبه سميه ومشيت طليت عليها، فرحت بيا برشا 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 ما تصورش قديش. لكن تو تصور غضتني برشا، غضتني برشا برشا، لاني حسيت روحي انا هي في بلاصتها على كرسي متحرك بصبح برك تتحرك تتكلم، يعني تشير لي. تصور بنت حطت لي المعمول، عاملينه بلاش سكر، حطت لي المعمول وحاطه الحلوى والشوكولاته والحلويات حصيره كيما عادتها، فهمت؟ تعمل لي كل قطره اني انا عامله ريجيم، اما والله على خاطرك انت اللي مشيت خذيت كعبه شوكولاته حطيتها في يدي مكتوبه معناها ما كليتهاش، بعد عطيتها لسميه. لكن اسمه ليلى محمد رسول الله، المعمول عملته بالسكر بالتمر، خذيت منه كعبه وقدامها تخزر لي هكايا باش نفرحها هي، ما نجمش نخزر لها، راهي انا قدامي ما تصورش قداش نبلع فيها الحاجه نغص، تعرف غيظتني ياسر 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 صاحبتي واختي هذيك وعمري كيفاش وليت معناها، وكنت ونحط روحي اني نكون كيفها، خاطر ما تلهاش بصحته من اول مره. ينجم يصير حتى اكثر من هكاك، مسكينه يعني حتى توا شارين لها الدواء، صي الطبيب نحى عليه الدواء قال ما عادش ينفع فيها حتى دواء، مساكن رجلها وبناتها يشريوا لها من الامازون الاوميجا 3 والاشواغاندا وال اسمها هذيك سبيرولينا، فما انواع نتاع مكملات غذائيه يشربوا فيها، ثماش ما ربي يشفيها لانه الدويات الاخرى ما عادش تنفع فيها، ان شاء الله ربي يشفيها. لكن انا حبيت نقول لكم معناها قديش واحد تغيظ روحه، خاطر نجم واحده منا
تنجم تصير فيك الحالة هذيك، ماهوش غريب، على خاطر هي كيفنا احنا ما تلهيتش بروحها، ما ناخذوش المكملات الغذائية، من ما ثماش وقت باش تلعب السبور، باش تمشي حتى في المشي كل يوم. وتعرف انا غزيزة على قلبي الأخت هذه، لو كان مش انا حبيت نحكي لكم، انا تنجم هي تسمعني تو انا نحكي، الحمد لله ما سميتهاش وما قلتش عائلتها فين وما قلتش وين تسكن، وحتى بالرغم الناس اللي تعرضني راهم يعرفوني نعرفها ويسألوا فيا بالتليفون او يعرضوني في الشارع ويقولوا لي امان نحبوا نعرفوا دارها باش نحبوا نطلع عليها، لخاطر هي ما تحبش من اللي هي كانت تتكلم، وكانت تاني نمشي نطلع عليها نقولها راهو يعرضوني مثلا فلان يسأل عليه، تقول لي ما تقولش داري وين، ما تحبش. انا تحسني كاختها ما تحسش بالحرج، تحس مطمنه لي، فهمت؟ مطمنه، تحس بالاطمئنان معايا، كنجي نطلع عليها تفرح برشا، وتحسني انا واحده منها، تحسني اللي انا حاسه عليها كاختي كروحي كصديقه ليا. ان شاء الله ربي يفرج عليها وان شاء الله تقوم بالسلامه، لان مش كبيره في العمر تنجم ربي يبعث فيها الحياه من جديد وترجع تمشي على ساقيها من جديد، نتمنى من الله سبحانه ويشفيها وتعالى. لكن تعرفني ان شاء الله نتقابلوا، هذا كانت قبلنا في الدنيا نرجع ونمشي كالعاده يعني ونتقابلوا، وهي تحضر لي القهوه العربي من يديها، قهوه البن الاصيله من يد اختي العزيز، اذا كان ربي ما كتب لهاش ان شاء الله يفرج لها عليه، اكيد باش يكون في ميزان حسناتها، ويكون ان شاء الله ابتلاء هذايا اللي بتعطاه لها ربي وصبر هذايا، وديما تسمع هي هكاك وتقول الحمد لله، تعمل لي كولي الحمد لله، نقولها راني ها باش ناكل، انا قلت لها راني جيت لهنا باش ناكل على خاطرك انت، بالرغم ما ناكلش السكر لكن باش ناكل، هاني كليت وشربت التاي معايا، انا نشرب في التاي بلا السكر وهي تشرب فيه من غادي، وتشرف فيها طبعا بنتها ما تنجمش هي تشرب. طبعا يعني قلت لكم يعني انا كي نمشي تفرح بي برشا وتحبني نمشي لها، وان شاء الله ما نبقاش عليها، ان شاء الله باش نرجع لها على الاقل مرتين اخرين قبل ما نمشي لتونس، وان شاء الله يا ربي نرجع ونلقاها احسن ونلقاها في صحه جيده، حتى على بنياتها سخفوني يعني وليداتها الكل، يعني نحسهم قداش حنين على ميمتهم وقداش حدهم عليها ويرشوا عليها ويخدموا فيها وكل، ان شاء الله يا ربي تقوم بالسلام وتقوم تمشي على ساقيها، هذاك شي نحبه احنا الام نحبوها تمشي على ساقيها، امي هاي طايحه لكن نحسوها امي طايحه فعلا، لكن نحس فرحانين على خاطر تمشي على ساقيها امي، ما تسحقش حد يخدمها، ونتمنى اختي هذه العزيزة عليا تقوم على ساقيها وتدور ما يسالش حتى هكيك حتى على عكاز ترجع لصحتها، خاطر كانت لابس عليها كانت كريمه برشا، كانت متصورش اللي يجيها راهو تفرح بها، تفرح فرحه كبيره باللي يجيها، وانا بالذات معناها تكرمني برشا وتحبني، تحبني متصورش قديش، وعلاقه حميمه بيني وبينها، وتصور توصل يعني تقول لي انت نحبك تجيني وهي مريضه كيك، ولكن تحشم باش حد اخر يجيها ويشوفه هي على كرسي متحرك، انا ما تلوش علي، انا تحبني خاطر يعني سبحان الله فما احساس تحس لي انا اختها ولي انا معناها انا جزء منها، ما ثماش فرق بيني وبينها، ان شاء الله ربي يشفيها، ان شاء الله ربي تقوم بالسلامه، وهذاك علاش نحب نقول لكم خذوا الاوميجا 3، خذوا الاوشواغندا كانت نجموا، خذوا فيتامين دي، انا اختي نعزها برشا اقسم بالله، بالرغم ما تقابلش انا وهي حتى مره، لكن هي ناوي باش تروح السنه زاد لتونس وان شاء الله نتقابل معاها في تونس. اختي فيروز من هولندا، فيروز الخليفي قالت لي اللي الطبيبه نتاعها الدكتوره اخصائيه نتاعها نتاع التغذيه قالت لها اعطاتها قالت لها لازم تشرب الفيتامين دي السائل قطرة كل يوم، نقطة فقط في كاس ماء، في غرد، في عصير، في أي حاجة تشربوا نقطة واحدة تشربها في النهار، قلت لها ضروري جدا لأنه يحميكي من هشاشة العظام ومن الأعصاب، وخاصة اللي فوق الأربعين واللي معناها تعرفوا احنا نسى الدورة الشهرية هي تعمل لنا هشاشة عظام إذا كان ما نكونش احنا ناكلوا في المكملات الغذائيه والتغذيه الكامله، وطبعا التغذيه الكامله مستحيل انت تاكل في النهار كل يوم يعني ما يلزم لبدنك، اكيد مستحيل، اكيد لازم نكون عندنا المكملات الغذائيه على الاقل فيتامين دي، هذايا اختي بعثته لي، هي التصويره نتاعو وريته لكم هذايا، وان شاء الله انا باش نشريها، بعملت لها اوردر وتخلط لي وتو نوريها لكم، اسمعوا كلامي نمشيو مع بعضنا للصحه، وكل واحد أجر على الله سبحانه وتعالى، وين شد صحيح حتى ما يتفرجوش فيه الناس،
ثم ناس تحب الصحه، وانا فيديوية هذاك يقعد والناس تتفرج فيه بعد حتى بعد ما ماتي. الواحد مو ماشي نربي من الموت، موجوده اي وقت، معناها سنه العام الجاي بعد 20 سنه لازم الانسان نهايته، بعد 100 سنه نهايته يعني باش يقابل ربي سبحانه وتعالى. هذا يبقى لي اجر، لانه ما يهمنيش المشاهدات، اللي يهمني الكل كلمه نقولها انا ريتها في مصلحتي، يعني حاجه باهيه نحب نعديها لكم من كل قلبي، وربي ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. بحيره صغيره ما بين البني شفتوه، ويبدو غالين الديره ذوم هكاك اللي تبدا بحذاها الجر وما يبدا غالي برشا الديار نتاعهم، مثلا براماني نجم تكون ذوما ماشيين مع معلمتهم يا معلمينهم، ممكن خارجين رحله ولا كانوا في رحله مروحين. حاسين وانا باش نوصل بلاصه بعيده، حتى الكيس هذاك ونكره ونشوف روحي لهنا. فما ريحه شويه هذاك ما تكلمتش، ساعات يعرضوني الناس يلا هاك تشوف فيا سلام. وهذايا نتاع خاص، هذه العشيه يلعبوا بها تنس حاجه الاولاد ولا حاجه، هاك بساكل فما ناس تتفرج باش يتفرجوا العائلات تجيب ولادها لهنا. انا قريب نوصل الكياس، صاي وصلت الكياس هذايا الرئيسي، منطقه اخرى انا يظهر لي باش نمشي نجيب باش ندور من هنا. اوكي مانيش راجعه على بلاصتي، فرصه اني نخرج، حتى كي نقعد كل نهارين ما نخرجش ولا ثلاثة ايام على الاقل يا نخرج خرجه كبيره تغنيني على الخرجه الاخرى. مانيش عارفه انا اول مره نجيبها بالكهرباء، لكن ما نجيبهاش على الساقيه، نمشي نشوف. اكيد بعيده ياسر على دار موني، لكن ماهيش بعيده على المناطق كلها محلوله على بعضها، واي طريق يوصلك، اي قصه توصلك، فهمتوا؟ هذه من هنا ورا البلدينغ هذاك فما بارك، وريته لكم عمناول قداش من فيديو انا وعمكم نوردين، وكجبل طلعنالو نمشي وغديكا فيها هبطه وطلعه هبطه وطلعه، حسيل وهيله برشا. مالك مره نمشي شوف شكون سميه تجي معايا، خاطر الواحد وحده ما ينجمش يدخل مناطق غابه، نجيب سميه ولا منى وسميه وندخل لك المناطق هذوك، مش تخوف فما وحدك ما تنجمش تدخل، حتى ما تساعدكش، خاطر هي مناطق جميله برشا، يعني ما تساعدش حتى ما تعطيكش الطاقه باش تمشي وحدك. انا هنا اوكي، خاطر انا نتحمل مسؤوليتي، نحب ننقص، يلزمني نمشي على الاقل بالمشي، يلزمني نمشي هذه طرف المدرسه، انا باش نرجع معها هي، مانيش متعدي للغابه. بينا الحمد لله، يلا اول مره خنشوف روحي، ترى مش باش نضيع مع يا مش باش نضيع، لكن لكن ما نعرفش البعد نتاعها قداش، لكن اتس اوكي. انا توا مشيت هالمشي هذه تقريبا قربت نص ساعه، باش نشوف الوقت. تعرفوا قداش؟ والله العظيم لله محمد رسول الله 20 دقيقه، 20 دقيقه المشي هذه كلها، وهالهيت وشحن الريق 20 دقيقه، وانا كي نرجع تبدا هي 20 ونرجع انا 20 اخرى، ولا نطول فيها شويه تولي اكثر من نص ساعه. والله هي والله اللي تقهر الواحد، علاش كنا قبل نمشي وانا وعمك نور الدين الغابه، راهو نمشي وراهو نمشي حتى بالساعه ونرجع نفس المسافه، يعني ماشيه اللي يقول لك، لكن هي حتى 20 دقيقه راهو تكفي، المهم انك تمشي مسرعه شويه، مش تبدا هكا تتبختر، فهمتني؟ فينا هكايا تو وصلنا، والله ما نجمش نقول لك المنطقة، لكن هي المنطقة اسمها ايفرجرين، منطقة حلوة من أي خرجة وداخلة، المهم تكون عامة ندخل فيها، فهمت؟ فحلوة هي المنطقة، قد ما تمشي معناها عندك هكا طاقة وفريش هواء هكا، وهذه هاو تشوف البارك غاديكا، يعني وين تمشي تلقى الباركات الصغار آمنة بلاصة بالقدا. يعني كان جيت معنا صغار اني مشيت لعبتهم شويه، لكن انا اليوم على خاطر روحي باش نمشي بالمشي. يلا نكمل حتى نوصل دار موني. شوفوا هذه نتاع الامازون، شفتوها امازون دوت كوم، هذه تجيب لنا للديار نتاعنا.
هذه معروفة كي نعمل أوردر من أمازون جينا للدار. هذه وصلت مدرسة ثانوية، هذه كله تبعها من هكا لهكا. هذه هي المدرسة، قلت لكم ثانوية تاع كبار يعني من الجامعة. راهمكم باين الأولاد كبار. حاسيلو البنات، حبيت نقول لكم أنا راهو كي تمشيو ماذا بيكم شهيق وزفير ديما تنفسوا تدخلوا تعبوا الروير متاعكم وتخرجوا. لكن في هذا كله، مع هذا كله، أهم حاجة يلزمكم ما تنساوهاش أنك تضبط على كرشك، تكبس العضلات تاع كرشك. اي نو هو تعبني بصراحه، كي تبدا تمشي وتكبس على كرشك صراحه تعب، خاطر انت تعبه ديجا من المشي. وزيد شو هذه القحوانه شفتوها البريد ورد، هذه هيك كنت شفتوها زارعين ومحليها كلافس عاملينها هيك كزبر، يعني عاملين حاجات. يبدا واحد حتى عنده جنين صغيره في هكا يعملها محليها تبدا. حسيلو يعني نمشي ونضبط بطني، يعني نشفطها لداخل، وكل مره نسيبها خاطر نعيا، مش ديما ديما هاكا اللي تقدر عليه. راهو هذيك درجه كبيره ياسر انك كرشك تتعب. وزيد انا اول ما نخلط للدار اكيد باش نعمل شويه اكزرساس باذن الله. انا توا ديما نحب نوريكم الورد. انا هذي المكان اللي دخلت منه قبيله، ما بين الديار هذيك هي، بسم الله الرحمن الرحيم. نقص من هنا وندخل في الدخله هذيك هكا كي البحث بحيره. تو باش ندور من هنا انا نرجع لبلاصتي، نرجع للطريق نتاع موني، دار موني كهو. حاسيلو ان شاء الله نكون استفدتوا بالخرجه هذه، نصايح مهمه برشا اللي قلت لكم، مهمه برشا. وانا صاحبتي هذه عزيزة على قلبي برشا، وين نشوفها يعني قلبي يوجعني، ولكن لازمني نطلع عليها كل فترة وفترة نمشي نطلع عليها. احنا حبيب وصحاب من قبل، من جيت الكالجاري واحنا مع بعضنا. رجعت طول الحمد لله، كملت 50 دقيقة، يعني ساعة ناقص 10 دقايق. يعني برافو، يعني حاجة باهية برشا. أول مرة ملي مرضت وقلت لكم بديت نعمل في الرجيم، أول مرة نوصل 50 دقيقة. الحمد لله على كل حال. أنا باش توا نروح وين زعما باش ناكل؟ والله ليه توا ماضي ساعة ونص، ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة توا. نو أنا ديجا شفتوني شربت كاسة تي الصباح، يعني وأنا نصف المعون طبعا قعدت وخشرت في عقلي، فيه شوي كركم شوي فلكحل. توا باش نعمل مشروبي، عندي الماتشا والكلوروفيل إن شاء الله، ومعها السبيرولينا، وبعد يكون نشرب الماء ومازال بك يكون بعد ما ثلاثة. حتى نوريكم كل شيء. حسيلو الحمد لله وصلنا توا، خليني نحل الباب عادي. وي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا توا ديريكت دخلت للكوجينه، ماني جيعانه والله لي، باش نحط الماسع لل ليلى محمد رسول الله. الماء يغلي لي باش نعمل حاجه هكا مشروبات، وعندي المشروبات البارده. لكن حبيت نشوف مناش طيبت كيما قلت لكم مقرونه هالتي قلت لكم شفتوها، وهي راهي تاع في رجيم توا معايا. اما شنو ما يسالش، لكن تاخذ ما اكثرش من 3 فراقت. لا مش باش تاكل باهي السميه ولوليداتك مال باهي. اما تنجم تاخذ البروتين هاو فما دجاج. اسمو كان شويه البروتين لازم تعمل معاه كعبتين عظموني. ها اوكي يا خاطر كي تبدا طرفه برك صغير الدجاج ما تكفيش، البروتين ضروري جدا. اوكي انا عجبتني بصراحه الريجيم سيمبل، ويعني ما هوش شكل رزيل، يعني صعيب باش واحد يتبع. وتو قهوتي ما عادش فيها حتى شيء سكر.
الحمد لله. نحات السكر ولقات روحها فرحانه. علاش ليه؟ وانا حكيت لكم على الموضوع هذا، قلت لكم راهو كي تنحى البدن تنحي له السكر وكل العجينه وكل، راهو تخليه البدن يخدم ويجدد الخلايا ويتخلص من الخلايا الميته. وهذاك علاش موني توا تحس روحها رفريش، تحس بدنها ثم حاجه جديده ما كانش حاستها قبل، لانهم ياكلوا السكر وياكلوا كل الناس الكل، فهمتوني؟ يلا جربوها. هاي بنتي صغيرة وتبارك الله وعملت عزيمة. يلا شكون مازال ما دخلش معانا في الموضوع شجعونا، لايكيت بارتاجي وربي يفضلكم لي يا ربي. ونعتذر على أني ما متأخر شوي في التعليقات، في الرد على التعليقات. نحبكم برشا 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 يعسل، وربي يفضلكم لي يا ربي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.